بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، ماذا يطلب الميت؟ أول شيء يطلبه لحظة الموت. الحقيقة هذه اللحظة ستواجه كل واحد منا. الله تبارك وتعالى يقول: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. أول شيء يطلبه الإنسان لحظة الموت، طبعا نقصد بلحظة الموت هي اللحظة التي لا عودة فيها إلى الدنيا، انتهى، دخل في مرحلة غمرات الموت، هذه المرحلة بين الموت والحياة التي تحدث فيها أحداث كثيرة جدا، ويحدث فيها حوار بين الإنسان الذي يشرف على الموت وبين ملائكة الموت. الله تبارك وتعالى يقول: حتى إذا جاء أحدهم الموت. هل الموت يأتي؟ هل الموت يتحرك؟ هل الموت له سرعة؟ نعم أيها الأحبة، الموت ليس كما تظنون أنه شيء عابر أو شيء يعني حدث عرضي أو ظاهرة مفاجئة وتنتهي، لا، هو سلسلة طويلة وكبيرة من الأحداث. يعني كل حياتك التي عشتها لا تقابل لحظة الموت أو يعني فترة غمرات الموت. كل المتع التي أخذتها في حياتك، كل الأحداث التي مرت بك سوف تنساها تماما، وسوف تكون لحظة غمرات الموت ما قبيل الموت أهم من كل الحياة التي عشتها. أول شيء يطلبه الإنسان لحظة الموت أن يعود إلى الدنيا. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. طبعا المؤمن أيها الأحبة يريد لقاء الله ويحب لقاء الله، ولكن أيضا يتمنى أن يعود ليكثر من عمل الخير. النبي عليه الصلاة والسلام حدثنا عن الذي يعني يجاهد في سبيل الله ويموت في سبيل الله، يتمنى أن يعود ليموت مرة أخرى لما يجد من النعيم العظيم عند الله سبحانه وتعالى. قارئ القرآن يتمنى أن يعود ليقرأ أكثر لما يجد من النعيم. الذي يتصدق وينفق يتمنى أن يعود ليتصدق أكثر وينفق أكثر، لأنه رأى نعيما لا حدود له، رأى ملائكة الموت بأجمل صورة، ورأى مقامه من الجنة بأجمل شكل، وبالتالي يتمنى أن يعود ليكثر. ولكن ماذا عن الظالم؟ ماذا عن الذي أمضى حياته عبثا هكذا، وأمضى حياته باللهو بعيدا عن ذكر الله، مستكبرا عن آيات الله تبارك وتعالى؟ حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، يطلب من الله تبارك وتعالى أن يعود. لماذا؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يترجى ويطلب من الملائكة الذين أتوا ليتوفونه، يتوفون هذه النفس، يقول لهم ارجعون. أول شيء يطلبه أن يرجع، هذا طبعا الغافل عن الله عز وجل. لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ولكن تأتيه كلمة قاسية جدا، كلا، كلمة ستحدد مصيره إلى أبد الآبدين. كلا، إنها كلمة هو قائلها. الله عز وجل قال كلمة أن الذي يموت لا يرجع إلى الدنيا أبدا، انتهى الأمر. إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. هذا الذي يسمونه حياة البرزخ، أو بشكل دقيق ما وراء البرزخ، لأن هذا البرزخ أيها الأحبة هو مرحلة دقيقة جدا وفاصلة، إذا دخلت النفس منها إلى مرحلة ما بعد البرزخ أو ما وراء البرزخ يصبح البرزخ وراءها. وطبعا هنا ليس اتجاهات أمام ووراء، يعني هذه اتجاهات، يعني هذا البرزخ هو مرحلة
زمنية يتوقف الزمن بعدها، يصبح الدنيا والزمن وأحداث الدنيا تصبح كلها وراءه، ليس من خلفه يعني نقصد، بل تصبح في عالم الماضي، يعني تماما أنت الحدث الذي مررت به البارحة انتهى، أصبح وراءك، لا يعني أنه أصبح خلفك أو يعني من الوراء، يعني لا، المقصود هنا أن هذا البرزخ أنت عبرته بنفسك وتركت جسدك في الدنيا، فأصبحت في عالم ما وراء البرزخ إلى يوم القيامة، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، أي أنك ستبقى في هذه المرحلة إلى يوم البعث، إلى يوم القيامة. عندما تبعث ما الذي سيحدث؟ فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم، لا يوجد هذا ملك وهذا زعيم وهذا مليونير وهذا، لا لا لا، كله متساو عند الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والوزن يومئذ الحق. الميزان الدنيوي مختلف تماما أيها الأحبة عن ميزان الآخرة. ميزان الآخرة هو العمل الصالح، كم تبذل وكم تنفق من عمل صالح وكم تعمل من أعمال صالحة يثقل ميزانك يوم القيامة. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. لذلك أحبتي نصيحة والله لكل أخ حتى لكل ملحد، نصيحة: اعمل خيرا، أكثر من فعل الخير. ماذا ستخسر إذا اعترفت بوجود الله تبارك وتعالى؟ ماذا ستخسر إذا اتبعت تعاليم الإسلام التي تدعوك للطهارة والسعادة والمحبة، وتعاليم تدعوك لترك شرب الخمر الذي يؤذيك ويسبب السرطان وأنواع أخرى، يدعوك لترك الفاحشة التي تسبب أمراض ومشاكل اجتماعية ومشاكل طبية ونفسية، يدعوك ليغفر لك، يدعوك ليرزقك، ليمتعك بهذه الدنيا متعة حقيقية، سعادة حقيقية. لماذا تنكر وجود هذا الخالق أصلا؟ سارع واعترف أن الله موجود، لأن لحظة الموت لن ينفعك أحد، يعني لن تستطيع أن ترجع إلى الدنيا. تصور هذا الموقف، تصور لحظة الموت عندما تطلب أن تعود ولو لمدة دقيقة لتقول لا إله إلا الله أو لتعمل عملا صالحا، تأتيك كلمة قاسية جدا: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. هذا اليوم، يوم يبعثون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه، تجد ليس لديه أعمال صالحة، ليس لديه أعمال بر. ورأس الأعمال أيها الأحبة هي لا إله إلا الله. على فكرة يعني أعظم عمل في ميزان العبد هو لا إله إلا الله. كلمة سهلة جدا، بل هي عبارة من ثلاثة أحرف: ألف ولام وهاء، هي حروف اسم الله ذاتها، خفيفة على اللسان، خفيفة على القلب. لا إله إلا الله، هذه ستكون أثقل شيء في ميزانك يوم القيامة. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار. تصوروا هذه النار التي ستلفح هذه الوجوه، هذه الوجوه التي أنت الآن مكرم منعم تجلس وتتمتع وتفعل ما تريد، سوف تلفح وجهك هذه النار، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، يعني مقت وغضب وذل، كالحون. يقول الله لهم: ألم تكن آياتي تتلى عليكم، يعني أيها الملحد ألم تستمع إلى هذه الآيات التي تتلى عليك، ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون،
قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها. يعودون مرة أخرى يحاولون الرجوع إلى الدنيا. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. هنا أيها الأحبة تأتيهم كلمة أقسى من كلمة كلا، لحظة الموت التي تأتيهم كلمة قاسية، ولكن هنا كلمة أقوى وأقسى وأذل بكثير عندما يقولون ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. كلمة يعني منتهى الذل ومنتهى الغيظ ومنتهى العذاب. يقول لهم اخسأوا فيها ولا تكلموني، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. هؤلاء المؤمنين الذين تسخرون منهم، الذين تقولون إنهم متخلفون، إنهم يعني ساذجون، إنهم مغفلون، هذه الألفاظ التي يطلقها الملحدون على المؤمنين. يقول الله لهم يوم القيامة إني جزيتهم، هؤلاء المؤمنين البسطاء الضعاف، إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. لذلك أيها الأحبة، أنا في نهاية هذا اللقاء الخلاصة، استعد أخي الحبيب أختي المؤمنة، استعدوا للحظة موت، لن تخسر شيئا. اعمل أي عمل صالح منذ هذه اللحظة، قل سأقدم هذا العمل للحظة الموت. أنفق ولو، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني أنفق ولو القليل جدا جدا في أي مناسبة وقل سأدخر هذا للحظة الموت. في الليل عندما تكون يعني تجلس مع المسلسلات، مع اليوتيوب، مع الأغاني، مع أي شيء، تذكر لحظة الموت، قل سأقوم وأصلي ركعتين لله في جوف الليل، عسى أن أنتفع من الركعتين لحظة الموت. قل سأقوم وأستمع إلى القرآن، عسى أن يكون هذا القرآن شفيعا لي يدافع عني لحظة الموت. اعمل أي عمل صالح وادخر، اعتبر كأنك تضع رصيد في البنك. يعني أحدنا يشقى ويتعب ويعمل ويبذل ويسافر ليجمع قليل من المال يضعه في البنك أو في كذا، مع العلم أن البنوك يعني ستزول والأموال ستزول والرصيد سيزول، وتلقى الله ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، ستلقاه بلا أي شيء، بعملك فقط. فإذا أنت اعتبر أن لديك بنك لحظة الموت تضع فيه هذا الرصيد، رصيد يدخره الله لك لحظة الموت. ستجد أن ملائكة الله عز وجل الذين سيأتون لك إذا كنت من هؤلاء الصالحين، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا، بسبب ماذا؟ بسبب عملك الذي ادخرته للموت. هذه الملائكة تتنزل عليك بأبهى الصورة وتقول لك هذا مقعدك من الجنة، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تدعي أنفسكم، ولكم فيها ما تشتهون، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينزلنا هذه المنازل إن شاء الله. نستكمل هذه السلسلة في لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.